مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اكسترا. اليوم هكون معاكم على مدار ساعه الا قليلا، انا نانسي نور. هنتناول في حلقتنا النهارده كالمعتاد مجموعه كبيره من الملفات والاخبار الهامه من مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه. بعد كده هنروح لجوله مع مراسلي اكسترا نيوز في مختلف المحافظات علشان نعرف منهم ونتكلم معاهم عن اهم الموضوعات في المناطق المحيطه بهم، وكمان هذه المشروعات هذه الملفات ازاي اثرت على المواطن وازاي كمان المواطن يقدر ان هو يستفيد من هذه الخدمات. كالعاده خليني ابدا مع حضراتكم هذه الحلقه من اكسترا اليوم بجوله في أبرز أخبار محافظات جمهورية مصر العربية. خليني أبدأ مع حضراتكم النهاردة من القاهرة، بتواصل مختلف المدارس في محافظة القاهرة فعاليات الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس من المرحلة الابتدائية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. بيتضمن الكشف فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة. بيأتي ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ. من القاهرة خليني أروح مع حضراتكم لمحافظة الجيزة، والحقيقة أن في الجيزة تم تنفيذ العديد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق الرئيسية والشوارع، وذلك في إطار الحملات اليومية اللي بتقوم بها الدولة لرفع التعديات. كمان تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وإلى الأسكندرية، واستمرارا للجهود المبذولة من الدولة في نطاق الاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء، تم رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وقامت محافظة الأسكندرية باستكمال العمل في الجزر الوسطى لكورنيش البحر. الأعمال تضمنت ري وتقليم الشجيرات وقص المسطحات الخضراء وكمان رفع المخلفات. لسه مع حضراتكم في محافظة الأسكندرية، وضمن فعاليات مبادرة عام دراسي بلا تسرب وبلا عنف، تم عقد ندوة توعوية حيث تم تدريب حوالي 30 ولي أمر من الفئة المستهدفة على مبادئ التربية الإيجابية في التعامل مع الأطفال ومشاكلهم السلوكية في جميع المراحل العمرية. كمان جرى التطرق إلى كيفية حماية حقوق الأطفال والإحالة إلى الجهات المختصة أو الاتصال بخط نجدة الطفل وهو 1630. في مطروح بدأت فعاليات اليوم الأول انطلاق القوافل التعليمية للشهادات الإعدادية والثانوية. فعاليات اليوم الأول حضرها 2500 طالب في المرحلة الإعدادية و2500 مشارك في مبادرة تصدوا معنا من طلاب المرحلة الإعدادية و500 طالب بالشهادة الثانوية العامة، وبنتكلم كمان عن 500 مشارك في مبادرة تصدوا معنا للتوعية ضد الشائعات. القوافل التعليمية الحقيقة لقت اهتمام كبير وبالغ من مختلف الطلاب اللي كانوا دايماً حريصين على الاستفادة منها. طيب خليني أروح مع حضراتكم كمان لكفر الشيخ، وتم توريد أكثر من 37 ألف طن أرز في مراكز ومدن المحافظة. استلام الأرز الشعير هذا الموسم بيتم من خلال 21 موقع في المحافظة، ده إلى جانب طبعا المتابعة المستمرة من الدولة لأعمال التوريد على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مركزية لتذليل أي عقبات بتواجه المزارعين، كما بيتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة. خليني أروح مع حضراتكم يعني في محافظة الشرقية. محافظة الشرقية كمان انتهت من توريد أكثر من 60 ألف طن من الأرز. أعمال التوريد في محافظة الشرقية بتتم في 58 موقع تجميعي، كما تتم أيضا أعمال التوريد في ظل اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم. في جميع المحافظات المسؤولة والرائدة في زراعة الأرز تم مناشدة المزارعين، مناشدتهم بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشوان ومواقع التخزين، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه كمان من عائد اقتصادي، وذلك مع تطبيق العقوبات بحزم على المخالفين وإلزام كمان الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة.
كمان تم فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف على الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل المزارعين أي مبالغ منهم نظير عملية التوريد. أروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة بورسعيد. محافظة بورسعيد بيتم فيها العمل يوميا على قدم وساق لمتابعة المشروعات المختلفة في المحافظة، سواء كنا بنتكلم عن مشروعات إسكان أو مرافق. كمان بتتم متابعة المشروعات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصناعي من خلال منظومة متكاملة بتعمل بالشراكة مع القطاع الخاص. ده كله بيعمل لتحسين منظومة الصرف الصحي في المحافظة، وأيضا تجميع ورفع ومعالجة مياه الصرف الصناعي. كمان بتتم متابعة موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مدينة بورسعيد الجديدة سلام، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان في المدينة وأيضا المباني الخدمية المختلفة، وهو ما يسهم بشكل كبير جدا في عملية جذب السكان للمدينة. أروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل قصير بعده عودة لاستكمال هذه الحلقة من إكسترا اليوم. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من جديد في إكسترا اليوم، وانتقل مع حضراتكم الآن إلى جولة لمراسلي إكسترا نيوز في مختلف محافظات الجمهورية. نروح في بداية هذه الجولة لمحافظة قنا ونتحدث معكم فيما يتعلق بهذا الملف عن ختام البطولة العربية لخمسينيات كرة القدم المقامة بجامعة جنوب الوادي بمشاركة 22 جامعة مصرية وعربية. زميلنا أحمد الأفيوني بيتكلم عن دور الدولة واهتمامها بالرياضة، وكمان هنتكلم عن الحديث عن ختام البطولة العربية لخماسيات كرة القدم. خلونا نتابع وبعد كده نرجع تاني لحضراتكم. أعزائي المشاهدين من جامعة جنوب الوادي، حيث تشهد الجامعة اليوم ختام البطولة العربية لخماسيات كرة القدم في دورتها 17 على التوالي. اليوم هنا بيشهد داخل هذه الصالة المغطاة ختام هذه البطولة التي استمرت لمدة أسبوع كامل. لكن للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب. دكتور بدوي، بداية برحب بحضرتك، يعني تفاصيل أكثر حول هذه البطولة التي بتستمر للعام 17 على التوالي داخل جامعة جنوب الوادي. أهلا وسهلا بحضراتكم وبنرحب بكم في أرض جامعة جنوب الوادي. البطولة العربية للكرة الخماسية 17 تحت رعاية الاتحاد الجامعات العربية، حيث أن جامعة جنوب الوادي هي مقر الأنشطة الطلابية لاتحاد الجامعات العربية. هذا العام الجامعات المشاركة 22 جامعة، منهم جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات عربية. تم تصين القرية الأولمبية بالكامل والملاعب المفتوحة واللاندسكيب، تم المراجعة على أعمال الصيانة والتطوير، والحمد لله لم نحتاج أكثر من مدة أسبوع لإعادة التطوير والصيانة في المنشآت الرياضية. تم افتتاح المطعم المركزي للجامعة وتطويره على أعلى مستوى لاستقبال الضيوف في الضيافة والإقامة، وده كان ليه دور ومردود كبير للوفود المشاركة بحسن الضيافة والإقامة بالنسبة لنا. دكتور بدوي، نحن نتحدث الآن عن 22 جامعة مصرية وعربية يشاركون على أرض جامعة جنوب الوادي في هذه البطولة العربية، يعني كيف تسهم هذه البطولة في تغيير ثقافة الشعوب مع بعضها البعض هنا على أرض محافظة قنا؟ أولا، مشاركة الجامعات العربية وخصوصا لأول مرة جامعتين سعوديتين، أنا يعني أنقل لكم ردود الأفعال بتوع جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية أم القرى في مكة والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. كانوا مبهورين بالإمكانيات بتاع جنوب الوادي، أولا من خلال حفل الافتتاح والفقرات اللي تم تقديمها، ثانيا من الإمكانيات اللوجستية في جامعة جنوب الوادي، وهم لم يتخيلوا أن في جامعة في أقاصي الصعيد تمتلك تلك الإمكانيات. وده طبعا ده الحمد لله، يعني ده فضل الدولة المصرية على أبنائها. الشيء الثاني احنا أكدنا عليه تماما في حفل الافتتاح وفي القرعة، ان احنا الغرض بتاعنا مش المنافسة ولا الغرض بتاعنا المراكز، لكن الغرض بتاعنا اللي هو تعارف أبنائنا الطلاب
من الثقافات المختلفة ونقلها بين الثقافات المختلفة، لأن احنا بنعتبره في جامعة جنوب الوادي ده جزء من التبادل الطلابي بس من خلال النشاط الرياضي. وبرضو النشاط ده بيخلينا ندعوهم برضو ان احنا ان شاء الله للنشاطات الفنية. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن أعزائي المشاهدين، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب حول إقامة البطولة العربية بمشاركة 22 جامعة عربية ومصرية هنا على أرض جامعة جنوب الوادي. وبالعودة إليكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في الاستوديو. خليني انتقل مع حضراتكم لموضوع اخر، وفي الوقت الحقيقه اللي بتقوم به الاداره العامه لشؤون البيئه في البحر الاحمر باستكمال سلسله حملات شواطئ وجزر البحر الاحمر خاليه من البلاستيك لما له من اضرار جسيمه الحقيقه وكبيره جدا على البيئه البحريه اللي بتعد الركيزه الاساسيه لصناعه السياحه في البحر الاحمر. الاداره العامه لشؤون البيئه في محافظه البحر الاحمر نظمت حملة نظافة لشاطئ المدينة الشبابية في الغردقة. شارك في هذه الحملة 100 شاب من شباب المبادرة الرئاسية للقيادات الشبابية، والهدف من ده هو الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بشكل كبير، وده الهدف الأبرز من هذه الحملة. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير اللي أعده لينا زميلنا أحمد عوض مراسل إكسترا نيوز، نتابع. البحر الأحمر كان له نصيب الأسد زي ما بنقول دايما في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة البديلة، فهو المحافظة الواعدة للطاقة سواء طاقة الشمسية في الجنوب في مرسى علم أو طاقة الرياح في الزعفرانة. يمكن احنا كنا بنتكلم كمان عن تغير المناخ وتأثيره على شعابنا المرجانية، ودي المورد البيئي الطبيعي اللي بتقوم عليه صناعة السياحة في البحر الأحمر. فبنتكلم على دعم كبير جدا مقدم للشعاب المرجانية من حيث الشمندرات، من حيث اللي هو أمراض الشعاب المرجانية، بيضاد الشعاب المرجانية. نتكلم على الحفاظ على هذا المورد الطبيعي لأنه يعد أهم مورد تنوع بيولوجي في البحر الأحمر، وده زي ما ذكرت هو المقاوم الرئيسي لصناعة السياحة في البحر الأحمر. تجمعنا إحنا ومجموعة من الشباب من أرض طيبة البحر الأحمر، نحن نوصل رسالة للعالم كله، نحن نتكاتف عشان نحمي مستقبلنا ونحمي أجيالنا الجاية، فلنتضامن من أجل الإنسانية، فلنتضامن من أجل حماية كوكبنا. أنا مبسوطة جدا بالمشاركة دي، انا اصلا بحب الاعمال التطوعيه وهي قد ايه بتاثر على الفرد وبتعزز العلاقات ما بيننا، ومع الوقت بتزيد العلاقات والترابط اكتر، وقد ايه بتغير في شخصيه الفرد مع الوقت وبعد كده بتصبح حاده. للمزيد من التوضيح والمتابعة معنا عبر الهاتف الحديث عن جهود الدولة في حماية الشواطئ ونشر ثقافة تطوع الشباب للحفاظ على البيئة بينضم إلينا الدكتور يوسف محمد أستاذ الإعلام البيئي التوعوي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ، أزي حضرتك وأزي الشباب المشاهدين. أشكرك يا فندم. في البداية لو نتكلم عن جهود الدولة في حماية الشواطئ. خلينا أقول لحضرتك زي ما التقرير السابق بيبين أن نظرا للتغيرات المناخية عديد من الأشكال البيئية تأثرت تأثر سلبي، من ضمن هذه القطاعات اللي تأثرت هي طبعا الشواطئ، وفي ظاهرة اسمها ظاهرة تآكل الشواطئ. شفنا كتير في اسكندرية كنا نسمع غرق مدينة الاسكندرية نظرا للتغيرات المناخية، أو انحصار الشواطئ وقلة مسافاتها نتيجة التغيرات المناخية. هيئة المسطحات المائية في وزارة الموارد المائية قامت بمجهود كبير متواصلا في جهود الدولة لحماية هذه الشواطئ من خلال وضع المصدات الخرسانية لمنع سرعة المياه من تآكل الشواطئ. طيب، هذه الظاهرة جاءت نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه وزيادة المياه في البحار والمحطات مع سرعتها بيؤدي إلى تآكل هذه الشواطئ وتربط الشواطئ. دورنا هنا كدولة ودورنا في أجهزة الدولة هو وضع المصدات لحماية هذه الشواطئ، ولكن زي ما التقرير بيؤكد أن هذه الجهود لا تتمثل في الدولة فقط، ولكن لابد أن يكون هناك جهود من قطاعات مختلفة. هذه القطاعات ممكن تكون من الجامعات، من المدارس، من الجامعات الأهلية، من المؤسسات الشبابية، من وزارة الشباب والرياضة. شفنا هنا حملة توعوية وحملة بيقودها الشباب تحت تمثيل جامعي، فيه هو تنظيف الشواطئ وحمايتها من الملوثات.
اي ملوث عندنا او اي قطع زي مثلا مواد بلاستيكيه بتؤثر على الكائنات البحريه. البحر الاحمر بيتمثل بغناء بالشعاب المرجانيه وانواع نادره من الاسماك. هذه الكائنات البحريه المتمثله في الشعاب المرجانيه والاسماك بتتاثر تاثرا سلبيا اذا كثرت المواد البلاستيكيه في المياه، لان هذه المواد البلاستيكيه بيصدر عنها اضرار تؤدي الى القضاء على هذه النوع من الكائنات البحريه. وبالتالي فإن الجهود الدولة تتمثل في حماية هذه الشواطئ من التآكل، تتمثل في حماية الكائنات البحرية الموجودة في المياه والحفاظ عليها. طيب. لذلك كان لابد من التعاون الجميع في هذه الحملة. طيب دكتور يوسف، فيما يتعلق بالبلاستيك تحديدا، يعني ظاهرة رمي المخلفات الخاصة بالبلاستيك في مختلف يعني الشواطئ ومختلف البحار، الحقيقة ظاهرة كبيرة جدا، ويعني نقدر ان احنا نشوفها في مختلف يمكن المناطق السياحية. ظاهرة يعني هذا الكم من البلاستيك المرمي في الشواطئ والبحار المختلفة، ازاي بيؤثر سواء كان على الحيوانات في البحار وعلى الجانب الآخر على السياح او المواطنين بشكل عام يا دكتور؟ طيب خليني أقول لحضرتك إن ده بيرجع إلى سلوكيات بعض الأفراد. هذه السلوكيات اللي بنسميها الاتجاهات السلبية لدى العديد من الأفراد نحو البيئة، وبالتالي دورنا هنا كمثلا منظومة إعلامية أو منظومة تعليمية أو منظومة مجتمع مدني هو توجيه رسائل إعلامية، رسائل توعية بيئية تتضمن أهمية عدم إلقاء المخلفات على الشواطئ أو في المياه، لأن إلقاء المخلفات بيمثل أنواع عديدة من التلوث. أنا لما بشوف كمواطن مصري أو كسائح أجنبي المواد البلاستيكية أو المخلفات مرمية في المياه، فهذا بيسبب نوع من التلوث البصري. تمام؟ طيب هذه المخلفات أيضا لا تسبب تلوث بصري فقط، ولكنها تسبب تلوث مائي، لأن أنا بلوث المياه وحولها من طبيعتها إلى نتيجة اكتسابها لعوامل التلوث. طيب أنا مش بضغطي على حياة الاسماك وحتى الكائنات البحريه الموجوده، لان المواد البلاستيكيه زي ما بقول لحضرتك بيصدر عنها مواد ملوثه بتقضي على هذه النوعيه من الكائنات. وبالتالي لابد من تكاتف الجميع وان يكون لديه وعي. مؤتمر التغيرات المناخيه او مؤتمر المناخ في شرم الشيخ اكد على اهميه وجود تكاتف الجميع من اجل الحفاظ على البيئه. شفنا مشاركات عديده من الشباب ومن قطاعات مختلفه من الدوله ومن قطاعات مختلفه من دول أخرى بأهمية الحفاظ على البيئة. الوجود بتاع النهاردة اللي هو الحملة بتاعة تنظيف البحر الأحمر ده جاية نتيجة حملات التوعية المختلفة، وإن الشباب دلوقتي بقى عندهم وعي وأفراد كتير عندها وعي بأهمية الحفاظ على البيئة. كنا نتكلم سابقا بأن الحفاظ على البيئة أمر هامشي، الآن الحفاظ على البيئة أصبح أمر يرتبط بحتمية الحياة على كوكب الكرة الأرضية. زي ما تأثرنا بمشكلة كورونا دلوقتي احنا برضو بنتأثر بمشكلة التغيرات المناخية. مشكلة التغيرات المناخية ليست مشكلة هامشية، كنا في السابق كانت المشاكل السياسية والمشاكل العسكرية والمشاكل الاقتصادية بتأخذ أولويات، الآن المشاكل البيئية تأتي على أولوية هذه المشاكل، فلابد من تكاتف الجميع. كنا بنقول دايما وما زلنا بنقول أن الجو هو مجال مفتوح، إذا كان هناك مشكلة بيئية في دولة ما فالعالم كله يتأثر بها، ولذلك لابد من تكاتف الجميع. نعم. طيب الحقيقة أن الحملات أيضا على الجانب الآخر اللي بيقوم بها الشباب المتطوعين لتنظيم وتنظيف عفوا الشواطئ بمشاركة عدد كبير جدا من المتطوعين، كيف تراها من جانب وكيف تفيد من الجانب الآخر للتخفيف من أثر هذه المخلفات يا دكتور؟ بص حضرتك، حضرتك قلتي مشاركة المتطوعين، تمام؟ مشاركة المتطوعين يعني ده بيدل ان الدولة لوحدها لا تتحمل المسؤولية. احنا عندنا مصطلح اسمه مصطلح المسؤولية البيئية. المسؤولية البيئية يعني ايه؟ يعني مسؤولية الجميع نحو الحفاظ على البيئة. من هم هؤلاء الجميع؟ الجميع هم الدولة بأجهزتها الحكومية، الجميع هو منظمات المجتمع المدني، الجميع هو الإعلام في توجيه رسائل إعلامية، الجميع هو المدارس عندما تبث وترفع من الوعي البيئي لدى الطلاب، هي الجامعات. في الجامعات بنلاقي مواد دلوقتي مرتبطه بالبيئه، عندنا الهندسه البيئيه والعلوم الطبيه البيئيه وعلوم الاقتصاد البيئي والاعلام البيئي، تمام؟ من هنا
من هنا بيأتي كلمة المتطوعون، هو الإحساس بالمسؤولية البيئية. هناك شاب متطوع نحو الحفاظ على البيئة، هناك فتاة متطوعة نحو الحفاظ على البيئة، نجد أيضا أسر تتطوع نحو الحفاظ على البيئة. في الفترات القادمة واستنادا على مصطلح المسؤولية البيئية وأخلاقية البيئة، سنجد حملات كثيرة من مؤسسات شبابية وغير شبابية من منظمات المجتمع المدني والحكومية نحو التطوع لحماية البيئة. فليه بنقول التطوع؟ لأن حماية البيئة مسؤولية تقع على الجميع، لا تتطلب عائد، لا تتطلب أجر. أنا مش هاخد أجر عشان أحافظ على بيئتي. البيئة ديت تتطلب تكاتف الجميع، وبالتالي يأتي من منطلق التطوع. فالتطوع مرتبط بالمسؤولية البيئية التي تقع على عاتق الجميع، تقع على عاتق الفرد، تقع على عاتق الجماعة، تقع على عاتق المجتمع، تقع على عاتق المجتمع الإقليمي والعالمي بأكمله. نعم. طيب، أهمية غرس المشاركة الإيجابية نحو قضايا البيئة وحماية مواردنا الطبيعية دكتور يوسف، يعني يمكن حضرتك كنت لسه بتتكلم على المسؤولية، والحقيقة ذكرت ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، إن كل فرد أو كل مواطن مشارك يعني في هذه المسؤولية تجاه بعض القضايا، منها ما يتعلق أيضا بالحفاظ على المناطق السياحية، عدم رمي المخلفات وما شابه. طيب، خليني أقول لحضرتك إن إحنا نعيش في البيئة ونعيش في الكون استنادا على الموارد الطبيعية. بدون الموارد الطبيعية لن يكون هناك حياة. طيب، ما هي الموارد الطبيعية؟ هي النباتات، هي المياه، هي الحيوانات، كل ده بيشكل منظومة البيئة. إذا لم يكن هناك غرس قيم بيئية وغرس اتجاهات إيجابية لدى الأفراد أجمع، والمقصود بالأفراد هنا ليس هم أفراد المدارس فقط ولا طلاب الجامعات فقط، ولكن أفراد جميع الأسر. أنت لن تعيش بدون مياه، أنت لن تعيش بدون غذاء، أنت لن تعيش بدون طاقة، أنت لن تعيش بدون مناطق سياحية بيئية. فبالتالي إذا كانت الحياة تنعدم لانعدام تلك الموارد الطبيعية وتلك المقومات البيئية، فلابد أن الجميع يعي بأهمية الحفاظ على البيئة. طبعاً. الحفاظ على البيئة هيأتي عشان أحافظ على الموارد الطبيعية ليه أساس حياتي، عن طريق زي ما حضرتك قلت هغرس قيم بيئية لدى طلاب المدارس من الصغر، وهذا بسميها كنا سابقا نسمع عن التنشئة الاجتماعية. الآن يظهر مصطلح التنشئة البيئية اللي بعلنه على الهواء لحضرتك وللسادة المشاهدين. التنشئة البيئية هو أن أنمي الأخلاقيات البيئية لدى الأطفال منذ التحقيق بالمدارس، أن أنمي الأخلاقيات البيئية وزيد من الأخلاقيات البيئية لدى الشباب في معسكرات الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على سبيل المثال. بنجد لو خدنا مثال المجتمع الياباني عند مشاركته كجمهور وليس كمنتخب، كجمهور في كأس العالم في النسخة الحالية، هو كيفية أنه بينظف الأماكن بعد مشاركته في المشاهدة، بينظف الأماكن وراه. تمام. شفنا الطفل الياباني بيعني يعني إيه بيئة. أناشد الجميع أن نكسر من المعسكرات البيئية التي من خلالها نتعلم القيم البيئية، التي من خلالها نكتسب الأخلاقيات البيئية، التي نكتسب الاتجاهات الإيجابية. طيب. ومن هنا نشيد أيضا بأهمية السياحة البيئية في الفترة القادمة. طبعا. أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من متابعة وتفاصيل، الدكتور يوسف محمد أستاذ الإعلام البيئي التوعوي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. خليني أنتقل مع حضراتكم طيب الملف آخر أيضا ضمن ملفات إكسترا اليوم، ومن ضمن اهتمام الدولة بذوي الهمم، نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم، واللي انطلقت من القرية الأولمبية بالاستاد الرياضي. الهدف من هذه الاحتفالية هو توفير الدعم الثقافي والفني والرياضي. خلينا نروح نتابع هذا التقرير اللي أعدته لنا زميلتنا لولا عطا مراسلة إكسترا نيوز في أسيوط، ونرجع لحضراتكم. عاملين احتفاليه لرعايه الطلاب تحت شعار قدرون باختلاف. الجامعه تولي اهتمام جدا لذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم، ومن هنا كان فكره انشاء مركز ذوي الاحتياجات الخاصه. الطالب الجميع اللي بيدخل عنده نوع من الاحتياج او من ذوي الهمم بتتولى الجامعه يعني التواصل معاه، وبيتم عمل قاعده بيانات يوم جميعا، وبيتم التعامل من اول يوم في الدراسه لغايه حتى باذن الله حينما يتخرج يتم التواصل معهم. يمكن نعمل جاهدين منذ امس على اخراج هذا اليوم واخراج هذه المسيره اللي بدات من القريه الاولمبيه وانتهت بمركز ذوي الاعاقه،
وشفنا حضراتكم مدى الأنشطة اللي بتقدمها الجامعة وبتدعمها دعم غير عادي، سواء كانت أنشطة رياضية، فنية، ثقافية. الأولاد في قمة الانبساط، امبارح كنت موجود معهم مشاركين في الجوالة، وليهم فريق في الجوالة مشاركين فيه. النهاردة احنا بنبرز دورنا في مراكز التدريب اللي الحمد لله كان لها دور فاعل جدا في ان هم يندمجوا بشكل حيوي وقوي جدا داخل الحرم الجامعي. الحمد لله رب العالمين، احنا النهاردة موجودين بنقدم صورة طيبة جدا امام المجتمع الجامعي وامام المجتمع المصري بأسره. انا حابة اشكر جدا رئيس الجمهورية على اهتمامه جدا بذوي الاعاقة في الفترة اللي فاتت، دايما محسسنا بوجودنا في الدولة وقد ايه هو مهتم بينا وقد ايه احنا مش مختلفين عن اي حد، ودايما ميسر لنا في المواصلات، في الطريق، في كل حاجة بوفرها لنا نينا جدا، وأحب أشكره جدا وألف شكر. هو بيهتم بينا جدا، وده واضح على مستوى الجمهورية وحتى في تعامل الجهات المسؤولة والحكومة المسؤولة، وفي أي مكان بنتواجد فيه بنلاقي فيه الاحترام وسهولة التعامل، ويعني قضاء الحاجة في أسرع وقت، والحمد لله وشكرا للرئيس. طيب، من محافظة أسيوط أروح مع حضراتكم للوادي الجديد والحديث عن أهمية مركز بحوث الصحراء والخدمات اللي بيقدمها المركز لتحقيق التنمية المستدامة. نروح نشوف التقرير اللي عدوا لينا زميلنا خالد رضوان مراسل إكسترا نيوز. طيب، يمكن هنروح نشوف التقرير يعني بعد قليل، ولكن خلينا نتكلم مع حضراتكم قليلا في هذا الملف ونوضح مع حضراتكم الجهود اللي بيقدمها مركز بحوث الصحراء بالمحافظات المختلفة. معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه نادي. كل سنه وانت طيبه استاذ المشاهدين. وحضرتك بألف خير. لو اتكلمنا يعني مع حضرتك عن جهود مركز بحوث الصحراء والخدمات اللي بيقدمها في المحافظات. خليني أقول لحضرتك أن فكرة إنشاء مركز صحراء كانت من أكثر من 70 سنة للاهتمام بدراسة الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية. زي ما حضرتك عارفة أنه مصر بتعيش على حوالي 6% من مساحة مصر كلها منطقة الدلتا، والباقي كله مناطق صحراوية. ده كان بيوضح قد ايه رؤى القيادة السياسية المتعاقبة لأهمية متابعة أو إنشاء هذا المركز وتطويره والنهوض بيه للهدف الاستراتيجي إنه بيشتغل في المحافظات الصحراوية وخصوصا الحدودية منها. بنهتم بدراسة الموارد الطبيعية اللي موجودة فيها سواء مية، أراضي، نباتات طبيعيه، وازاي نعمل لها اقلامه، الانتاج الحيواني المميز في هذه المناطق، بالاضافه الى تنميه وسلوك المجتمعات البدويه للمساهمه في الاستقرار، لانه ده بعد استراتيجي تحتاجه الدوله المصريه. طيب، انا يعني هعود لحضرتك مره اخرى للحديث عن هذا الملف بمزيد من التفصيل، ولكن مشاهدينا الكرام لو سمحتوا لي خلينا نذهب مره اخرى لهذا التقرير اللي اعده لينا زميلنا خالد رضوان مراسل اكسترا نيوز عن مركز بحوث الصحراء، نتابع. الحقيقه تنميه الانسان ورفع وعيه وقدراته دي احد اولويات مركز بحوث الصحراء اللي احنا شغالين عليها النهارده من خلال اساتذتنا وخبرائنا في مركز بحوث الصحراء، لعمل برنامج متوازن لاستخدام الاسمده الحيويه والعضويه للحد من استخدام الاسمده المعدنيه بهدف تقليل الاعتماد على هذه الاسمده من جانب، وتعظيم الاستفاده من مواردنا الطبيعيه بالواحه من جانب اخر. مهم جدا نعرف ان البدائل الموفره من خلال الأرض نفسها. الموارد المائية في الوادي الجديد عندنا أغلبها موارد جوفية، لكن عندنا المفيض بدأنا نشتغل عليه من خلال مركز بحوث الصحراء مع المستثمرين على أساس نعمل تحليل التربة، تحليل المية، ندي تقرير شامل ووافي لأنواع الزراعات. بالنسبة لدور المركز في التنمية المستدامة، هو دور أنا بعتبره دور رائد جدا في المنطقة، خاصة وإن مركز بحوث الصحراء
هو مركز يهتم من اسمه كده بكل ما يدور وكل ما يهم ويخص البيئات الصحراوية بكل المجالات التي تخدم التنمية الزراعية. يعني مثلا احنا لما نتكلم عن البيئات الصحراوية يعني بنتكلم عن كثبان رملية، بنتكلم عن اجهاد حراري، بنتكلم عن مكافحة ممكن تشمل مكافحة حيوية، ممكن ادخال الأسمدة العضوية الحيوية التي تخدم الانتاج الزراعي. مرة أخرى بنعود لضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء. دكتور عبد الله برحب بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. مركز بحوث الصحراء الحقيقة بيبحث عدة مجالات زي ما حضرتك تفضلت بالذكر. كل هذه المجالات نقدر نقول أنها بتتعلق بالمصريين وبتهمهم، على رأسها مجال المياه والنباتات من حيث يعني فكرة أقلمتها وإكثرها لتحقيق أهداف ما يسمى بالتوسع الزراعي وسد الفجوة الغذائية. كيف ترى نجاح المركز في تحقيق أهدافه يا دكتور؟ شوفي حضرتك، احنا يمكن وزارة الزراعة بتشتغل في كل محاور التنمية الزراعية سواء توسع رأسي وتوسع أفقي. مركز صحراء عشان تعملي مشاريع قومية كبرى في المناطق الصحراوية كان لازم نهتم قوي بخبرات الباحثين في مركز صحراء من خلال دراسات المياه الجوفية تحديدا، من حيث منسوب أو كميات المياه اللي موجودة في الخزانات الجوفية وإزاي يبقى في سحب آمن. ده طبعا بيتم بتعاون مع وزارة الري، بالإضافة إزاي نعظم من استفادة كل نقطة مياه. يمكن إحنا مركز صحراء بنشتغل في مجال تحلية المياه، وإحنا الفوكال بوينت لكل المتخصصين على مستوى الدولة المصرية في هذا الإطار، وقطعين شوط كبير جدا في هذا الموضوع. إحنا بنتعامل مع أقلمة النباتات الطبيعية اللي ممكن نلاقيها في الصحاري المصرية. عايز أقول لحضرتك إحنا يمكن عندنا أقسام مميزة وفريدة مش موجودة في أي جامعات أخرى زي قسم الكثبان الرملية، وده له تأثير كبير جدا في كل المشاريع القومية الكبرى سواء بنية تحتية عموما سواء طرق سواء مباني، إزاي تتلافي خطر زحف الرمال، وخصوصا إن إحنا مصر في من البيئات الهامشية الهشة والمناطق الشديدة الجفاف، فده بيأثر بصورة سلبية على مشاريع التنمية الكبرى. يمكن لنا دور كبير في هذا الإطار إن إحنا نعدل مسارات البنية التحتية بحيث نتلافى أخطار زحف الرمال. زي ما تحرك عندنا قسم البيئة والمراعي الطبيعية، ده قسم منوط بتنمية المراعي الطبيعية. يمكن إحنا طبعا كمصر ما عندناش أمطار بصورة كثيفة إلا في الساحل الشمالي الغربي، وحتى هي مش مقضيانة، هي يعتبر جزء فترة الشتاء فقط. إزاي نتعامل على تنمية المراعي في هذه المناطق بشكل اقتصادي يساهم في سد الفجوة الغذائية؟ أنت عارفة البدوي عايش على في المجتمع الصحراوي على الماشية بتاعته سواء غنم أو جمال، فإزاي نوفر له المرعى الطبيعي ليه أساس زي ما قلت استقراره. مثلا عندنا قسم زي الجيوفيزياء، ده بيستكشف المياه الجوفية قبل ما نقوم بعمليات حفر أو إنشاء آبار، وبالتالي نقدر نحدد ويبقى في جدوى اقتصادية من حفر أي بئر سواء جودة المياه أو كمية. طيب المركز كمان أنشأ 11 محطة بحثية منتشرة بين الصحاري المصرية المختلفة، تعتبر هذه المحطات يعني بمثابة مركز الحقيقة بحثي مصغر بيوفر جميع الإمكانيات للباحثين لتحقيق مهامهم بنجاح، وبالتالي بيعمل على تقديم نموذج إرشادي رائد في هذه المنطقة. لو نتكلم مع حضرتك عن هذه المحطات مدى نجاحها كمان في تحقيق هذه الأهداف. ده صحيح، يمكن احنا كمركز حتى تكليفات مع الوزير دايما لينا انه لازم البحوث تبقى تطبيقية، تطبيقية على أرض الواقع. يعني أنا عندي الباحث ما ينفعش يعمل بحث عشان يترقى في الدلتا، لا، لازم يشتغل في الصحراء أساس النتيجة يبقى لها مردود. من هنا كانت الفكرة إن احنا إزاي نوفر بيئة ملائمة للباحث إنه يعمل بحثه في نفس الظروف اللي احنا محتاجينها كدولة مصرية، وبالتالي النتيجة نقدر نعممها في هذه المنطقة. احنا عندنا 11 محطة بحثية من الشيخ زويد شرقا إلى السلوم غربا، ومن مريوط شمالا إلى الشلاتين وحلايب جنوبا، موزعة جامعات في المناطق الصحراوية. يمكن حضرتك
التقرير كان بيتكلم على أحدث محطة عملناها دلوقتي في الوادي الجديد، فيها كل مقومات التنمية الزراعية المستدامة اللي بيها محطة محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة في التنمية الزراعية المستدامة، إنها طبعا من أكبر المحافظات لكنها كلها صحراء، وبالتالي فيها أراضي بصورة كبيرة فيها مية مستوفية نقدر نستغلها. ده كله يتم من خلال البحث العلمي السليم وتقديم نماذج نعرف بها المستثمرين والمزارعين على أرض الواقع. نعم طبعا أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل، ومتابعة الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، شكرا جزيلا لحضرتك. ملف القطاع الصحي في مصر هو على رأس أولويات الدولة، وده لأنه بيعتبر من الملفات اللي بتتعلق بشكل لصيق بالمواطن المصري بالدرجة الأولى. زي ما احنا شايفين أن الجهود اللي الدولة قامت بيها في القطاع الطبي كانت في اتجاهين، الاتجاه الأول ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية في القرى والمستشفيات لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية. أما ما يتعلق بالاتجاه الثاني بنتكلم عن يعني ما يتعلق بإطلاق حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية. خلونا نشوف هذا التقرير من بني سويف واللي أعده زميلنا محمد حفيظ مراسل إكسترا نيوز في بني سويف ليوضح كل هذه النقاط، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. المركز هنا بينفذ خطة الدولة في تطوير المنظومة الصحية من خلال تطوير العنصر البشري، والعنصر البشري اللي بيشمل أطباء وصيادلة وأسنان وعلاج طبيعي، وبيشمل كمان تمريض وفنيين وإداريين. الحقيقة المركز بيقدم الخدمات التدريبية بتاعته من بداية تعيين الموظف أو الطبيب أو أي فرد بيشتغل في المنظومة الصحية، وبعد كده بيبدأ تتكرر البرامج التدريبية مع الطبيب أو العاملين بالقطاع الصحي عموما، بتبدأ تتكرر مع البرامج التدريبية خلال فترة عمله لتطوير مستواه ورفع مستواه بشكل دائم طبقا للمستجدات اللي بتحصل على القطاع في القطاع الصحي. مركز المعلومات في المديرية بيقوم عليه عدد من السادة الزملاء ذوي الكفاءة اللي بيقوموا بتفعيل مبادرات الصحة العامة، تفعيل التحول الرقمي من المنظومة الورقية إلى المنظومة الإلكترونية. احنا طبعا بنواكب توجيهات أو توجهات الدولة لتفعيل المنظومة الرقمية في مديرية الصحة في بني سويف. مركز المعلومات بالمديرية بيقدم دورات تدريبية مدعمة من وزارة الصحة مجانا بالكامل للعاملين بالقطاع الصحي. الدورات دي بتشمل ICDL, IT Essential, Cyber Security, Word, Excel, PowerPoint. طبعا العاملين بالقطاع في ظل التحول الرقمي اللي قايمه بيه الدوله، ده لازم ان احنا ندرب العاملين من النظام الورقي للنظام الرقمي، وده بيتم من خلال الدورات التدريبيه اللي بنقدمها بالمركز، بالاضافه الى المبادرات الرئاسيه اللي بيتم تسجيلها لحظه بلحظه في مراكز المعلومات زي مبادره صحه المراه والام والجنين والاحتلال الكلوي والانيميا والتقزم والسمعيات، دي كلها بتتسجل لحظه بلحظه في مراكز المعلومات، وده علشان دعم اتخاذ القرار بالنسبه للمسؤولين. المركز بصراحه بيقدم لنا حاجات يعني مختلفه جدا، ده بيساعدنا ان احنا نبقى يعني عندنا خبره بالتكنولوجيا وازاي نسجل كل حاجه على الكمبيوتر، وده بيسهل لنا حاجات كتير في شغلنا. بناخد لنا دوره تدريبيه اسبوع كامل من يوم السبت لحد يوم الخميس على كل ما هو جديد، وبيجيبوا لنا دكاتره وبنستفاد منهم، واي حاجه بتقف قدامنا بنسال فيها، وبيجيبوا لنا اجهزه وبنتعلم عليها برده، واي حاجه بنقع فيها بنسالهم عليها وبيجيبوا لنا بكل وضوح بصراحة. خليني اتكلم مع حضراتكم في هذا الملف. يمكن كنا في بدايه هذه يعني في بدايه هذا الملف اتكلمنا ان كان في اهتمام في اتجاهين، الاتجاه الاول ما يتعلق بتطوير البنى التحتيه لتواكب هذا القطاع، وايضا ما يتعلق بالاتجاه الاخر وهو عدد من المبادرات الرئاسيه لخدمه المواطنين. والحقيقه ان في
اتجاه آخر، وهو اهتمام الدولة بتدريب وتأهيل كمان الأطقم الطبية في المحافظات. والحقيقة هذا التدريب انعكس بشكل كبير كمان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. هتكلم مع حضراتكم عن هذا الاتجاه بشكل أكثر تفصيلا. بينضم إلينا الدكتور محمد خرشد، أخصائي الجهاز الهضمي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذة نانسي، وأهلا بجميع السادة المشاهدين. أشكرك. في البداية خليني أتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لاهتمام الدولة بتدريب وتأهيل الأطقم الطبية يا دكتور. الحقيقة هو فخامة الرئيس مهتم جدا بملف الصحة، يمكن من ساعة ما مسك هو دايما يذكر أن مهم جدا أن احنا نعتني بصحة المواطنين، وأن احنا نقدم أحسن خدمة طبية للمواطنين كلهم أيا كان مكانهم، سواء كانوا في المدن الرئيسية أو حتى في المدن اللي هي البعيدة شوية. ويمكن كان بدأت الاهتمام بتطوير البنية التحتية بالمبادرات بحاجات كتير قوي. يمكن من الملفات المهمة جدا فيها تدريب الأطقم الطبية عامة، واحنا لما بنقول تدريب الأطقم الطبية مش بنتكلم أطباء بس، احنا بنتكلم على أطباء، بنتكلم على تمريض، بنتكلم على مساعدين، بنتكلم على منظومة الصحة، عشان في الآخر يبقى جودة الرعاية الطبية المقدمة على طبعا أحسن شكل. طيب فيما يتعلق بالمنظومة الصحية بشكل عام، يعني يمكن كنا ذكرنا عدد من الاتجاهات، ولكن خليني يعني أستفيد معك بالحديث عن هذه النقطة. إزاي نجحت الدولة في إدارة المنظومة الصحية يا دكتور؟ والله إحنا لو جينا نقول زي ما قلنا كده، أول حاجة بدأ دلوقتي يحصل تطوير للبنية التحتية، سواء كان على مستوى المستشفيات الكبيرة وتجهيزها وتطويرها بالأجهزة الجديدة، وكمان على عن طريق الوحدات طب الأسرة أو الوحدات الصحية وزيادتها وانتشارها على مستوى الجمهورية، واستعدادها أنها تقدم كل الخدمات بحيث أن المواطن ما يحتاجش يروح للمدن المركزية علشان خاطر يكشف أو عشان خاطر يعمل يكرر علاجه أو خدمات الطبية العادية. كان أول حاجة تسهيل وصول المواطن للرعاية الصحية، يمكن بس اللي بيحتاج حاجات متخصصة أكتر أو يحتاج حاجات ذات مهارة، عملية ذات مهارة أو كده، هو ده اللي بيحتاج يروح. تطوير البنية الضخمية كمان للهيئة الطبية، هيئة صحية عامة، إن هو كل المرضى بقى ليهم الملفات بتاعتهم، ويبقى في شبكة تربط المستشفيات كلها ببعض، بحيث مثلا لو جينا نتكلم على مبادرة زي قوائم الانتظار، إن أنا بدل عشان أنجز الوقت بتاع المريض ما أطولش كتير، أنا بعرف إن العملية المعينة دي بتتعمل في المستشفى الفلانية أو بتتعمل في المستشفى الجامعي الفلانية أو كده، فأقدر على طول أوجه المريض. برضه تطوير التكنولوجي اللي حصل ده كان ليه يعني فضل كبير جدا على سهولة إن المريض يقدر يوصل للخدمة اللي هو طالبها. الحاجة الثالثة كمان التوريد أحدث الأجهزة الموجودة في العالم. نعم. تقريبا دلوقتي ما فيش جهاز موجود في العالم كله مش موجود عندنا. وطبعا صحيح. نرجع تاني لنقطة التدريب، إن مهم جدا إن الأطباء اللي هيشتغلوا على الأجهزة دي هم ياخدوا التدريب اللازم بحيث إن هو يعرفوا يشتغلوا طبعا على أكمل وجه ويقدروا يفيدوا بالمرضى. أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي حضرتك تفضلت بيها وهذه المتابعة. الدكتور محمد خرشد أخصائي الجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من إكسترا اليوم سأترك مع حضراتكم مع هذا الملف أو هذا التقرير، وما زلنا الحقيقة مع احتفال الدولة بأبنائنا من ذوي الهمم. خلينا نروح لمحافظة سوهاج والاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة. خلال الاحتفال تم تسليم عدد كبير من الأجهزة التعويضية ل 58 مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة. بنتكلم عن عدد 5 كراسي كهربائية متحركة، 4 كراسي متحركة عادية، وطبعا بالإضافة ل 48 سماعة أذن. وده إن كان بيوضح شيء فهو بيوضح أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظات لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. في ختام هذه الحلقة زي ما ذكرت لحضراتكم هترك حضراتكم مع هذا التقرير اللي أعده لنا زميلنا محمد رفعت مراسل إكسترا نيوز في سوهاج. إلى اللقاء. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة يشرفنا إحنا كمديرية التضامن الاجتماعي ممثلين لوزارة التضامن الاجتماعي إن إحنا بنشرف على احتفالية هي الأعظم إنسانيا
احتفالية لتكريم ومساعدة ودعم بعض من أولادنا اللي لهم أسر تستحق الدعم والمساعدة من خلال إحدى البنوك التجارية ومؤسسة بشراكة مع مؤسسة أهلية. وزي ما احنا عارفين كلنا أن المؤسسات الأهلية أو الجمعيات الأهلية تمثل المجتمع المدني، هي الذراع الأقوى للدولة، هي اللي بتخفف عن كاهل الدولة. أنا جاي النهاردة نسلم السماعة ونشكر كل المسؤولين والرئيس السيسي إن شاء الله ويبارك فيهم كلهم إن شاء الله يا رب. جيت النهاردة عشان استلم سماعة لابن آدم أحمد عبد العال اللي هو بيعاني من ضعف سمع، وده بناء على توجيهات السيد الرئيس رئيس الجمهورية. السماعة طبعا بتفرق في حياة ابني، حسنت حياته، من غير السماعة هو كان لما بيسمعش وبيعاني صعوبة في التعلم. بيسلمونا سماعة إيطالي نظيفة ممتازة وكويسة الحمد لله، وتقدر تسمع بيها. ونشكر السادة المسؤولين والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي عملها.